أقسم بالله العظيم أنها غرفتها، أقسم بالله، وتنام فيها وعايشة فيها، أوكي؟ عايشة فيها 24 ساعة، يعني إذا أبد نزلت تغدت تعشت مع أهلها، شوفوا منظر الغرفة، لا مو كذا جد والله أوفر، شلون تتمكيج، شلون عايشة، ورب الكعبة إنها تنام وتصحى في هذه الغرفة، مو لهالدرجة. طيب السرير شلون تنام عليه؟ جد السرير كيف؟ والله ما أصدق، يعني معليش ترى حنا أوادم، شلون تقدر تعيش كذا؟ أنا ما أدري شلون تنام على هالسرير. شوف شاحنها معليش، أوفر، يعني شلون تقدر تتحرك؟ لا وجايبتني